لا تعتقد إذا أخذت توكيل من أحد، سواء أنت توكيل عام أو توكيل خاص، وفي هذا التوكيل حق توقيع العقود مع الآخرين، أن هذا التوكيل خلاص أنت تقدر تروح تسوي فيه كل شيء. ماخذ التوكيل بالشوارع تمشي، شركات الاتصال راح ماخذ تلفونات حاطهم باسم اللي معطيك التوكيل، البنوك إذا في توكيل حق أنك تأخذ قروض رحت خذيت عليه خط ومكالمات 6 شهور وصار مديونية الخط على الشخص اللي خذيت منه توكيل، أو أسأت استخدام هذا التوكيل بأي طريقة إن كانت، أو رحت خذيت أجهزة كهربائية أو إلكترونية أو أي شيء بناء على هذا التوكيل، وهذا التوكيل يعطيك الحق القانوني أنك تقوم بهذه الإجراءات قانونيا. لا تعتقد أنك بعيد عن المساءلة، لا 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 لا، ممكن أن هذا الشخص يقوم بإلغاء هذا التوكيل ويقوم برفع قضية اسمها خيانة أمانة، هذه قضية جزائية وممكن يرفع عليه قضية محاسبة وكيل. ليش؟ لأنه هذا الشخص لما أعطاك هذا التوكيل كان يفترض فيك الأمانة والصدق، وأنك ما تستغل هذا التوكيل في أمور تضر الشخص اللي أعطاك التوكيل. ممكن تدخل السجن؟ نعم ممكن تدخل السجن إذا أسأت استخدام هذا التوكيل. طيب الأمور المالية اللي صارت على هذا الشخص ممكن أنه يحملك هذه الأمور المالية؟ نعم ممكن يحملك هذه الأمور المالية أو العبئات المالية اللي قمت بتحميلها هذا الشخص بناء على هذا التوكيل. رحت خذيت خطوط تليفونات وصارت عليه مديونياتها، كلهم راح يأخذهم منك. لا وفوق هذا بعد شنو؟ راح يأخذ منك تعويض واحتمال يسجنك بعد. فانتبه، مو كل أحد يعطيك توكيل تعتبر هذا خلاص صك أنك أنت تسوي فيه كل شيء، كل المعاملات القانونية، أو أنك تروح تبيع سيارته أو تبيع بيته أو تبيع كذا. لا 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 لا، مسألة أن القانون لا يحمي المغفلين، لا لا لا، يحمي يحمي، أنت سيئنيه يحمك.